طوفي 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 اذكار اي اذكار بتشري الشنطه بعد يلا الله يهديك بس الله يوليك العافيه الحمد لله على سلامتك سلمك من يصدق قبل شوي كنا في حديده بين السماء والارض والحين نمشي في بيتنا الحمد لله رب العالمين ايش عقدتك من هالطياره هذه والله خاف منه انفعتش بقى ما ادري من هني ليت مشبوب وبيض مفجوج الحمد لله على السلامة هلا ابو فهد بسم الله الرحمن الرحيم دكتور صديق بغيت ارتكب فيك جريمة جريمة؟ ايش حق جريمة؟ هذا وانت بنفسك معطيني المفتاح وقايل لي شيك على البيت واكل السمك جزاك الله خير وما قصرت تعالوا انت شايفكم الحين المفروض تيوم بعد اسبوع اي اسبوع الجاي الله يهديك ابلا نوره بعد لازم تجيبني قبل اسبوع تبي تروح تشيك على المدرسه والصفوف والمكيفات وتتابع احوال المدرسه لازم تجيبني اليوم اشوى ان عندك جلسه باكر زين الحمد لله على السلامه تامرون على شيء نطرش لكم العشاء جزاك الله خير مشكور وما قصرت احسنت ترى ما فيها شيء الطوفه لازقه بالطوفه اذا تبون شيء قولوا مشكور ما قصرت عسى عمرك طويل اي الحين استاذن لان عندي خفاره وخليكم ترتاحون يلا الحمد لله على السلامة مع السلامة حياك مع السلامة مشكور مشكور يا دكتور كثر الله خيرك أحسن الله يبارك فيك سلم سلم شلونك انا شوق ابله والهانه عليك ان شاء الله تكونين بخير ابله كنت ببشرك ان قبلت طب وهنوف هندسه ونوف طبعا طبعا حقوق ابله نوره ايش حالك انا واضحه ترى طلبت كتب الانجليزي الاضافيه مثل ما قلتي لي بس ما وصلوا صباح الخير ابله نوره هذا اتصال من مكتب مدير المنطقه الأستاذ محمد عاوز يقابلك ضروري فياريت في أي وقت تسمع الرسالة تشرفينا بالمكتب صباحا وشكرا شو مسوية؟ شو مسوية؟ نعم 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 والله؟ انت قاعد تحلل نعم زوج حرمة ولا زوج تليفون استاذه نوره ايش حالك الحمد لله بخير شو تشربين شاي قهوه عصير اي شيء قولي ولا شيء لا لازم تشربين شيء شاي زين الو اثنين شاي شوفي يا استاذه نوره انا بيجيك من الاخير نحن محتاجين لك
ما فهمت. الكل متفاجئ عندنا بالوزارة بنتائج مدرستك. ما شاء الله خلال سنتين تحولت المدرسة من مدرسة عادية إلى مدرسة نموذجية، ونحن نريد نعمم التجربة. إذا الموضوع بخصوص الترقية. أدري أدري يا أستاذة نورة أدري، أنت تريدين تبقين في المدرسة، بس أنا ما رايح أطلعك من المدرسة، بس أنقلك في مدرسة ثانية. بس طال عمرك أنا متعلقة بمدرستي. اللي مثلك يا أستاذة نورة مفروض ما يستقر، ينقل التجربة ويمشي. في عندنا مدرسة مطفشت لي 5 ناظرات من التربية، والبنات مجننات مدرسات، والحالة حالة، ونحن صراحة ما قادرين نسوي شيء في المدرسة. لذلك أنا قررت أنك أنت تمسكين المدرسة ولو مدة قصيرة، ونحن الحين في بداية العام الدراسي، يعني فرصة تمسكينها من أول وبداية. أجمل شيء يا أستاذ نورة، أجمل شيء في الحياة التحدي، وأنت قدها. هات الشاي. لا ما رن بعد نص ساعة. طيب ايش الساعة كم الحين؟ هو الناس حدا قاعد انت؟ ليش انا نمت؟ افا ما تنامين وانا راسي باجي وشم الهواء؟ ما عاش ولا كان اللي ما يخليك تنامين. شو اسوي بعد؟ أقول لك ما كان ولا عاش ولا صار ولا استوى. زين عرفنا يلا قوم. أنت من صدق ما نمتي وأنا نايم؟ ما نمت. اليوم أول يوم لي بالمدرسة الجديدة. الله يهديك بس الله يهديك. إيش خايفة منه؟ أنت لو يمسكونك الوزارة بكبرها تمشينها على بيض ما ينكسر. أي والله. أنت إنسانة تربوية من عمر، أصلا سمعتك سابقتك لهم. إيش حق خايفة؟ لا تخافين زين. المدرسة هذه تختلف عن كل المدارس اللي مروا علي، حسب ما سمعت إن فيها مشاكل وايد. تحشى معركة أنت الله يهديك. شفيت أنت أصلا إنسانة نادرة الوجود، هم محتاجين يجبغون. خلي مولو زين لا تخافين لا تخافين. يلا قوم ودني يلا الحين. إيه الحين قوم. صحة وسلامة. صدقيني ولهت على المدرسة وعلى غرفة المدرسات. هي صح، وبالذات أبلة كوثر. يا كرهج. لا طبعا ما ولهت على حد. يلا باي. عموري عموري عمري صباح الخير. يلا حبيبي يلا قوم قوم هنغسل ونبدل ونروح المدرسة. يلا هلا متى بتم نايمة في الحمام كذي؟ أمل أوه يلا اطلعي أمل تأخرنا يا أختي. نظرة جديدة بتاخذ فكرة عنا كذي، وأنا بعدني ما دشيت الحمام. أمل أنا قلت لك دشي قبلي بس أنت تنحسي. أنت من صدقك ماخذة راحتك؟ Thank you.
نفسي. ليلى. ليلى. صباح الخير. صباح النور. حبيبتي ان شاء الله رقدتي زين. هي رقدت زين بس الله يخليك طارق قم غسل وجهك لان بصراحه ما احب الريحه اللي تطلع من الحلج الصبح. ان شاء الله. انا اسف لا عادي. ايش فيك حبيبي؟ حتى صباح الخير ما في؟ ولا بدينا عاد. صباح الخير صباح الخير. انزين حبيبي ما راح تودي الياها للمدرسة؟ ترى انا تأخرت على الدوام وما عارف الناظرة الجديدة. صج ما تستحيل على وجهك. اقول لك شاي تعبان وحتى بالخفارة ما نمت. تقولين لي ودي لحال المدرسة؟ ايش فيك انت ما تحسين؟ يلا صباح الخير. ايش فيك شاب نار؟ اوف موزه بلا حذره. وشيلي فيشت التليفون معاك واخذ لي هال ونزليهم شوي شوي. واللي طلع صوته راح اغسل شراعه. خلصنا ها؟ شوف حد جاي، شو تسوي انت تزولين بروحك؟ ما يخالف، ابى اتعرف على المدرسه، بشوف الساحات والفصول قبل زحمه الطالبات والمدرسات. على راحتك، على العموم انا بنتظرك هنا في السياره لين ما اشوف الناس يت واتوكل على الله. ادعي لي عاد. الله يوفقك ان شاء الله. أنا الناظرة الجديدة نورة أحمد. حضرة الناظرة؟ حاضر. ثانية واحدة ثانية واحدة حضرتك ثانية واحدة. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. تفضلي حضرتك تفضلي. أهلا وسهلا. أهلا حضرة الناظرة. بس يعني لمؤاخذة في السؤال حضرتك مش جاية بدري شوية الساعة 6؟ جد مساعتك 10 دقايق ومن اليوم ورايح 6:10 تكون مستعد للحضور وفاتح الباب. حاضر. أمرك حضرة المدير. جيب الكرتون من برا تعال افتح الغرفة. حاضر. أهلاً وسهلاً حضرة الناظر. اتفضلي اتفضلي من هنا. الناس نورت والله. اتفضلي.
تفضلي. اهلا وسهلا. تفضلي. احطي الكرتونه دي فين؟ حطها تحت لو سمحت. حاضر. اي خدمه ثانيه؟ اسمك بالخير؟ ابو احمد. ابو احمد وين غرفه الفراشات؟ ها؟ بسير المدرسة. شو مدرسته؟ انت ناس اني اشتوج معرسة؟ يلا ابو يلا ماشي مدارس. شلتش بالدراسة وعوار الراس؟ انت نسيت شو قلت حق ابوي؟ لا اله الا الله. ما نسيت ما نسيت، بس عاد مو من اول يوم المدرسة بتطير. جلد ثيابي يوم انا اسير الدوام ذيك الساعة انت سير مدرستك. لا اله الا الله. وين انت؟ ذبحتيني الله يهديك. 5 ايام وانا ادور على تليفونك مغلق. فلاح ايش فيك؟ انا تزوجت. شو؟ تزوجتي؟ مرة ثانية؟ وحق منو؟ واحد نفس اللي قبله. جاسم هو ابوي من حتى الزواج هذاني عنده. اليوم اللي بيشبع فيه مني بيعقني. يا خاسي اي الحين اذبحها مثل الكلب؟ الشرها مو عليه، على ابوك اللي قطتش هالقطة. على شو؟ على كمين فلس؟ ليش انت شو اللي سويت لي اياه؟ من متى ولا اعرفك؟ ما خذيت منك غير الكلام وانت خايف من اهلك. وينك يوم كنت انا اتزوج واتطلق؟ وبتقول تبغي تذبحه؟ يلا تعال. ديمة هذا الكلام حقي انا؟ وانا شو بيدي؟ يعني اذا انت الريال مو بقادر تسوي ولا شيء تبغيني انا اللي اسويه؟ شوف فلاح انا وايد تعبت واللي فيني كافيني. الله يخليك خليني في حالي. ما راح اخليك. فلاح انا لازم اسكر التليفون، ترى مو ناقصني سوالف. يلا قوم وقف. اوبا اوقف حد لا تطيح. يلا عندي 1 2 3 يلا عد معي. 1 2 3 يلا كاهو الكلينكس. شوفه وين كاهو بمخباتك. اذا بغيت تنظف حلجك ولا خشمك تاخذ الكلينكس. تسوي كذي ليه؟ يلا تعال خلنا نريق. يلا حبيبي بس غطرة كنا معرس. صباح الخير حبي. صباح النور. شهد زين. اسكت.
جايتنا مديرة الله يعيننا عليها جديدة بس يقول لك شرية الشر في عينها. صدق يا طارق يا سعد على صابعي متى أطلع تقاعد؟ أنا قلت لك انسي في البيت وحطي ريل على ريل وكل راس شهر أحط راتبك في ديك. الحين كذي لا أنت مرتاحة ولا طالباتك فاهمينك. عاد أنا شو هم مني بديتك؟ فهموا ولا ما فهموا ما يهمني، أنا علي أخلص حصتي وأطلع. لكن بنات هالزمن يبطن تشب من تخزك الوحدة بعينها عفاني الله زيغ. لا ثاني يوم تجيب ولي أمرها تقول دلال مو ببو. عاد أنا شو علي؟ فهموا ولا ما فهموا؟ قلت لك ما يهمني. تدرين عاد حبيبتي كان لازم هذا الشاعر اللي يقول كان المعلم أن يكون رسولا شيء كذي من القبيل كان المفروض يتعرف عليك ويتبرم من قصيدته. الله يهداك يا طارق، انت قول القصيدة عدل بعدين تفلسف على راسي. انت شو حمارة غبية ما تشوفين؟ انا ما عندي وقت اغيرت ملابسك الحينة، صدق انك انت فاضية. بس خلاص خلاص حبيبتي هدي اعصابك، خبصت البلية شوي شوي عليها. شو شوي شوي عليها يا طارق؟ انا ما عندي وقت عقب المدرسة. لا تعقينهم ولا شيء، خلاص انا وصلهم. في شيء بعد؟ لا ما في شيء، مشكور جزاك الله الف خير ما تقصر. يلا بابا ايمن يلا بينا قومي. شو يلا انت شو ما فيك احساس؟ ايش قام توديها المدرسه وتجي ثيابها خايسه؟ سمع علي هدي اعصابك ليلى، خلاص الحين باخذها ما لاحظت تراني. ايش ما لاحظ؟ وين عقلك وين قلبك انت؟ وين عقلي وين قلبي؟ قلبي وياك يا حلو. قوموا قوموا حبايبي يلا ايمن يلا احمد بسرعه يلا 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 ايمن عشان اغير لك. يلا يلا بابا يلا مع السلامه. يلا تمشي دبر غير بس تعال. السلامه. يا عفاني الله لسكة شو هذا ما يحس؟ خلني أقوم أروح دخلت. ايه رايك كده؟ مشكور يا ابو حمد. اي خدمه ثانيه؟ تسلم تقدر توكل. السلام عليكم. مع السلامه. واحسر ناظره بهالدنيا قطيعه ناقصينها من حين ناقصين؟ انت ايش عليك منها يا بوج؟ جاي هي على كيفها. خوزي خليني اوقع. نظفي داري لو سمحتي. صباح الخير. صباح النور. كل عام وانتم بخير. وانتي بخير. جت الناظره؟ لا. وي قطيعه منو لخلق ايجام صباح الله؟ لا وازيدكم من الشعر بيت بعد. يقولك ما تجيب عيال يعني كلها عقد في عقد. بس هموت وعرف وين كانت في اي مدرسه؟ حليمه الساليه. تحبون تعرفون أي معلومات ثانية عني؟ لا 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 لا. الو. اول شيء انت مبسوط قبل لا تقول ولا كلمه كائن من تقول. انا ما قلت لكم اليوم مره ما ابغى حد يتصل فيني الصبح. ما احب اسمع صوت الريايل الصبح يقطع الرزق. بهاء انا ما قلت لكم اليوم مره اذا في شيء الصبح خلي تصل فيه السكرتيره. وشو يعني 100,000؟ ان شاء الله مليون. الله انت اصلا غلط اهلك سموك بهاء غلط المفروض يحطون ميم زياده يصير بهاء ام. يلا يلا مع السلامة. يلا يلا
ضبي الحين صباح الاخير تعوى على اله الا الله الحبنية ما تنيش الا اذا انا وعي اصبحنا اصبح جرقات رحيمة طلعي برا 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 قومي يا بنيتي لا يمر عم بعبد الله ويفضحنا قومي قومي يا عمري قومي قومي بسالش فيني القهوة يصحصحك من النوم يلا اوف رحيمة طلعي برا يلا يا بعد عمري يلا اوف يا رحيمة اوف طلعي برا يا رحيمة خليني انام بس دقيقة بس دقيقة بنام يعني هالدقيقة هذه بتأخرني اوف أكيد بتأخرت يا بنتي لين تلبسين ولا تروحين تسبحين بتأخرين وايد رحيمة أنت ليش تحنين أبعرف ليش تحنين طلعي برا خلاص ذبحتيني ترى يا بنتي حن بيمر أبوك بيفضحنا شبالات أنت كذا خلي يمر أبوي أبوي ليه مر بيزفني أنا يعني بيزفك أنتي أكيد بيزفني أنا بيزفك أنتي ما بيزفك أوف يا رحيمة ذبحتيني ذبحتيني أحسن خلي زفتش أنتي لأن أنتي حنانة وعورتي راسي بعدين أمسح نردي من السفر يعني المفروض يا ما داوم خليني أنا يلا يا بابا قومي من رقاد الله هداك ليه الحين تحت الفراش الجرس دق في المدرسة وأنت هني بعد تحت الفراش صار لك سنتين بنفس الصف ما خليت مكيف ما ركبت في المدرسة ما خليت أبلة ما ضبطته وأنتي مو مهم من شيء قومي يا بنتي ما بزين عليك كذي قومي يبا الله يخليك ما بي اروح اليوم اليوم اول يوم ما يعطونا شيء لا يا بنتي قومي روحي المدرسه بالله انا حق منو مركب المكيفات هاي حق بنات خلق الله وانت بعد يا رحيمه سن اللي ما توعينا من رقاد يا عمي هي ما بطيعتنش هذه واعي الفقير ايش حالاته مثل الورده على الصبح ريوكم جاهز هي ريو جاهز يا عمي يلا تفضلوا يلا يا بنتي يلا بابا قومي قومي عشان تريق قومي يلا بس خلاص وقف هني 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 حد شافني لا ما حد شافك شفتي قلت لك قربتي وايد انا قايت لك لو شافني احد بيلس في البيت ولا بي المدرسه تعرفين بعد لو اي من البيت مشي احسن وايد من ان الناس تقول هيفون نازله مسيات فراشه يما الله يخليك لو يصير مهما يصير في المدرسة لا تناديني لا تقولين اني بنتك انسي انسيني بنتك اوكي الله يهديك يا بنتي بس الله يهديك صباح الخير كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير
مبكرة اليوم، كل عشان النظرة الجديدة؟ حرام عليك ظلمتيني، أنا قاعدة مبكر وصلت عمر الروضة وجيت هني، وبعدين أنا ما أفكر أرضي الناس، أرضي ضميري وبس. يلا يلا خلينا نوقع، لا تأخرونا. يلا. يلا. مفاجأة ما هو؟ الله يخليك، قولي لي أنت ناظرة جديدة. يا بختي ماني مصدقة، ياتي في البيت وياتي في المدرسة، شرفتيني أبلة نورة. عاد الصدقين مدرستنا هذه خلاص انتهت صلاحيتها، وكان يبي لها واحدة مثلك تديرها. أنا بروحي ما أقدر أسوي شيء. العملية التربوية لعبة جماعية. على العموم أنا بغيتك. أمري. أبي تشوفي لي الطالبات المخالفات والمتأخرات. وتبينهم بعد الطابور مكتبي اذا ممكن. ان شاء الله انت تامرين، انا الحين اوقف عند الباب واجيب لك كل الطالبات المخالفات واجيبهم عندك المكتب. شكرا. يا بعد امي. يلا سمعيني شنو تدربتي عليه؟ اخواتي الطالبات، مدرساتي المحترمات، ناظرتي الفاضله، وكيلتي المحترمه، أسعد الله صباحكم. صباحكم. عفوا. الظاهر تحبين شغلك وايد. الله يعطيك العافية. معاك الأبلة نورة الناظرة الجديدة. يا هلا ومرحبا فيك. أنا أبلة ربا، مدرسة في اللغة العربية. وأعتقد إنك بتسمعين عني وايد انتقادات. بس إن شاء الله إن شاء الله راح أثبت لك العكس. عادي. لا ترمى إلا الشجرة المثمرة. معلش يا أبلة ربا، أبلة كوثر قالت لي ما تديش المفتاح لحد. بقى خمس دقايق على الجرس، لازم نعيد حق الإذاعة. والله ما أعرفش. ربا لصقي راسنا من اول يوم بالاذاعه المدرسيه، انا من رايي لو تروحين صفك وايد احسن. بس الاذاعه شيء مهم للطالبه، شيء اساسي، مي معقوله الطالبه تقوم من فراشها تي الحصه. وانتي شلتش؟ ابله كوثر، هذه ابله نوره ناظرتنا الجديده. تضحكين حضرتك؟ إن الله يمهل ولا يهمل، وبيسلط على كل ظالم اللي أظلم منه. هلأ ما رح تقليني ليش حاطة حطاطة لربا وما أنا نازلت لك من زور بنوب؟ لك كوثر، ليكون لأن جديدة وقدع وقد حالة. أنا شخصياً ما أحب التفلسف، وبعدين صار لي 5 سنين مدرسة أولى في هالمدرسة، يعني تيني هز عطوطة الحين وتتفلسف يوم معجباتها؟ شان خرابيط. بدك الحقيقة كوثر؟ ربا عندها طريقة بتطير العقل بتوصيل المعلومة للطالبات. الله والطريقة عاد عدال، أي معلومة هاي اللي توصلها للطالبة؟ أنت عم تقولي إنه الناظرة الجديدة أخذ الأمور جد بجد؟ إيه اسأل الله أيامك يا سيد سمية، ما كان يهون عليها تزعل حدا بنوب. والله صدقتي هذيك كانت فقيرة وعلي عنها، لكن هذه شكلها بتمشين للمدرسة عسكرية. يا سلام، نحن ناقصين. على كل الأحوال أنا رايح أوقف بالطابور قبل ما يرن الجرس، عن إذنك. قطيع، ردينا للشقق. تعالي صفي معاهم. ليش أبلة؟ مخالفة لابسة أسود وهذا ممنوع. صفي معاهم. تعي صفي معاهم. يلا صباح خير. ليش اوقف وياهم ابلة؟ ليش؟ كلش مخالفات. وين المخالفات؟ مريولك فتحات كبيره والاكسسوارات اللي انت لابستها.
أبله فتحاتي مو وايد كبيرة. الناظرة تقول إن هذا ممنوع. البنت كلام قولي حق الناظرة. والله عاد أنا طول عمري ألبس كذي. صفي معاهم أقول. أوف. باكر أبوي ويعبسهم عفاس إن شاء الله. ليش موقفة البنات كذي؟ حرام شو مسويين؟ مخالفات. مخالفات؟ وشو يعني مخالفات؟ كذي توقفينهم؟ سوى الناس اليوم أول يوم. بعدين مايت عليهم خربانة خربانة. أبلة حمدة شلونك؟ حبيبتي بخير. هلا أمي. هلا. كل عام وأنتي بألف خير. وأنتي بخير حبيبتي. شحال أبوك؟ أبوي بخير الحمد لله. حبيبتي تسلمين. يلا بنات سيروا سيروا يلا بسرعة مرة ثانية لا تخالفون. إن شاء الله. إن شاء الله. سيروا. ما له داعي توقفين الطالبات كذي. كلهم بنات عوايل. شو فكنا من أهاليهم الحين؟ أنتي ما شفتي شكلها؟ كلها مخالفات. الحين المدرسة كلها منكوسة يد عليها لا شفتيها صدي عنها. والله ما أعرف الناظرة طلبت مني كذي. والله أبلا نورة شعر رفة توها اليوم أول يوم بتي من أول يوم تعفسنا. أنا بصير أفهمها. حمدة تقدرين تدقين جرس الحين؟ الحين؟ ايه باقي خمس دقايق. ما عليه على ما يصطفون البنات وينظمون نفسهم تمر الخمس دقايق. أبلا نورة بالنسبة للي صار اليوم أنا ما عليه أنت ما تعرفيني من الأول وإن شاء الله الأيام الجاية تعرفك مني أنا. وعشان كذي أنا بنصحك نصيحة لوجه الله ما يجوز تعاقبين الطالبات وتوقفينهم عند الباب بيون أهاليهم بيفضحونا. بعدين في منهم أولياء أمور خيرهم مغرق المدرسة. اللي بيساعد يا أما يساعد بدافع إنساني ووطني أو إن المدرسة مي بحاجته إذا كان لأغراض أخرى. دق الجرس لو سمحتي.